مرحبا حبايب قلبي، اليوم راح اعلمكم على طريقة الكنتاكي بس بالبيت. تفرجوا معي على الطريقة لحظة بلحظة لحتى تطلع معكم مظبوطة مثل تبعية الكنتاكي او الكي اف سي. اول شي عنا هون جوانح، شوي المطرح مكركب كرمال هيك. عنا هون جوانح غسلتهم نظفتهم مزبوط. عندي هون اول شي معلقة صغيرة بهار دجاج، هون عندي معلقة صغيرة زنجبيل، هون عندي معلقة صغيرة بهار ابيض وشوي بهار اسود. خلطهم مزبوط، رششهم. هلا رح اجيب ملح، تبلهم بهالشكل هاد. انتم ما بكون شايفين هلا بعد ما تبلتهم كلياتهم سوا، عندي هون طحين حسب المقدار اللي انتو بدكن اياه، نص كيلو. حاطط له شوية ملح شوية بهار ابيض. رح بلش بهالطريقة هيك. هي شو السر اللي عند الكي اف سي او الكنتاكي بيطلع معهم دجاج مقرمش؟ نحطهم بهالشكل هاد، ننفضن نشيلن ننفضن. طلع نعمل هيك الشكل هذا. هو شوي الفيديو طويل بس لحتى فرجيكم اياها الطريقة على أصولة لحتى تزبط معكم 100% مثل تبعية الكنتاكي والكي اف سي. بتمنى منكم تدعموا لي الصفحة، تعملوا شير ولايك، تفعلوا زر الجرس لحتى كل ما نزل شي جديد تشوفوه على صفحتي. بعد ما عملت بهذا الشكل هيك رح رجعهم كلهم لهون. هلا هون عندي مي عادية. شو رح بلش اعمل؟ رح بلش اعمل هيك اسحب. عنجد شيلت عجينة فيها، برجع تبلها مرة تانية بطحين بس بصير اكبس بهالشكل هاد. هلا الافضل تشتغلوا بكفوف، الصراحة انا ما كان باين عندي كفوف بالبيت.
برجع بنفضهم مرة تانية وبحطهم على جنب. خلص هي هاي السر القرمشة اللي عند الكنتاكي أو الكي اف سي. شفتوا ما طولوا ما أخذوا معنا 5 دقايق. هلأ طبعاً إذا بتبلوا الجيج قبل بنهار بتحطوه بالبراد تاني يوم بتعملوه بالطحين أكيد تطلع النكهة لسه ألذ، بس أنا مضطر إني أعملهم بسرعة لأنه الصراحة جوعان كتير. فما راح أقدر أستنى لبكرة. هاي القرمشة اللي اسمها كريسبي. هلا راح نروح على مرحلة القلي. وهلا راح نيجي لمرحلة القلي. ديروا بالكم ما تكتروا كتير. رح خليهم لمدة 15 دقيقة بالمقلاية على درجة حرارة 180. بهالوقت احنا لبين ما ينقلوا الجوانب رح نعمل صوص كتير بسيط، هو عبارة عن مايونيز وثوم وليمون وملح. هذا الصوص اسمه ايولي. بنحط ملح ليمون ثوم ومايونيز ونخلط بهذا الشكل كتير 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 بسيط. هي ابسط طريقة لما تكون محتار شو بدك تاكل شو بدك تعمل اكل بالبيت او شو بدك تعملي اكل بالبيت. طريقة كتير سهلة بنبسطوا فيها الولاد وراح يحبوها كتير كتير كتير. بنصحك تجربيها ما راح تدمي. وهلا خلصناهم راح فرجيكم كيف طلع شكلهم. هذا هو الشكل. هاي صوت القرمشة تمام. وهذا الصوص اللي قلت لكم عنه وعملته. روعة. الله يلعن ابو البروسلي وساعته. إيه عنا جيجات بتكفي بلد، انت تبحلي وانا بقليلة. بتمنى منكم تابعوني تشاركوا الصفحة وتفعلوا زر الجرس لحتى تشوفوا الفيديوهات اللي راحت والفيديوهات اللي جاية. بنصحكم تجربوها بالبيت. الشيء الثاني اللي ما فرجيتكم اياه البطاطا المقرمشة كمان رح نزلكم عليها فيديو جديد ان شاء الله المرة الجاية كيف تعملوها. باي باي.